عُمل برنامج سمي بالتصويت، تصويت لأفضل عالم تثق في فتواه. انظروا من الفراغ، من كثرة الفراغ لم يبق إلا أن يعمل برنامجا من هو العالم الذي تثق بفتواه. مثل هذا لا يجوز. في صحيح مسلم جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: لو أحرمت بالحج أأطوف بالبيت قبل أن أقف بالموقف، بموقف عرفة؟ فقال: وما يمنعك من هذا؟ قال: يمنعني فلان من قوله. وفلان هنا في الرواية الأخرى عند مسلم هو عبد الله بن عباس، هو رجل فتنته الدنيا. يقولون عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو رجل فتنته الدنيا، لأنه تولى البصرة ومحل الولاية فيها ما فيها، لكن هذا قول أتوا به من تلقاء أنفسهم. وإلا فابن عباس رضي الله عنهما لم تلهه الدنيا، من عرف هذا الرجل وكيف حوى هذا العلم، لكن من في قلبه هوى فيه. فماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال: أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج وطاف بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة، أسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تتبع أم سنة فلان، يعني ابن عباس إن كنت صادقا؟ انظر رده ابن عمر رضي الله عنهما إلى أن يأخذ بقول العالم مبني على الدليل، قال: إن كنت صادقا. ولذلك لم يتركهم ابن عمر رضي الله عنهما لما قالوا إن ابن عباس رجل فتنته الدنيا، فقال: وأيكم أو أينا الذي فتنته الدنيا؟ إذا أتاك العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة مما فهمه سلف هذه الأمة فيجب أن تأخذ به، لكن أن يفرق بين العلماء بهذه الصورة هذا لا يجوز، وهم علماء ربانيون. لأنه وللأسف انظروا كيف تملح وسائل التواصل، كيف تملح أشخاصا. من ضمن هذا البرنامج الذي صوت فيه من هو أفضل عالم تثق بفتواه، وضعوا بعض العلماء ونحسبهم الله حسيبهم أنهم على خير وصلاح وعلم متين، ووضع معهم أناس ليسوا بأهل، حقيقة ليسوا بأهل، منهم إما أن يكون داعية أو أن بعضهم تصوروا مما وضع هنا أناس من أهل الأهواء ويمدحون أهل الأهواء ويمدحون الصوفية، وضعوا مع هؤلاء يملحون هؤلاء. وهذا هو سبب ما ذكر آنفا من تضييع الدين، الدين يضيع بهذه الطريقة إذا لم يعرف الناس العالم الشرعي من غيره هلكوا، ولا سيما في هذا الزمن. انتبه لتعرف العالم الشرعي من غيره حتى لا تضل وتزل. وليس كل من ظهر وبرز أنه يكون عالما، لا. الآن تصور لنا مقاطع بمئات بل بآلاف الأعداد وتأتي إلينا، ليس كل ما يأتيك حق. انظر إلى العالم الشرعي. ولذلك اسمع حتى تعرف أنه إذا لم يعرف العالم الشرعي ويؤخذ العلم منه فإن الناس قد هلكوا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس، ولكن ينتزع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية حتى إذا لم يترك عالما
ما الذي يجري؟ اتخذ الناس رؤوسا رؤوسا ولو كانوا أعلاما في الشهرة جهالا، فسئلوا سئلوا يا ليتهم لو سئلوا قالوا لا نعلم، لا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا يعني في أنفسهم وأضلوا يعني أضلوا غيرهم. ولذلك يقول الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع قال: صرفها عمر رضي الله عنه تصريفا فقال: ما خان أمين. يقول عمر رضي الله عنه: ما خان أمين، ولكن ائتمن غير أمين فخان. قال الطرطوشي رحمه الله قال: وأقول، والقول قول الطرطوشي، يقول: ما ابتدى عالم بدعة ولا أتي الناس من قبل علمائهم كما قال، وإنما الذي جرى قال: سئل أناس لا يعلمون شيئا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بكى ربيعة كما قال الإمام مالك بكاء شديدا ذات يوم، فقيل له: ما يبكيك؟ أمصيبة نزلت بك؟ قال: لا، وإنما سئل من لا علم عنده فضاع الدين. مكحول رحمه الله كما قال الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع قال: إذا تفقه السفلة فسد الدين. ليس معنى هذا كما سيأتي مما ذكره الطرطوشي رحمه الله عن سفيان الثوري أنه كان إذا رأى السفلة يكتبون العلم يشتد غضبه، فقيل له: ما يغضبك؟ قال: إن العلم لا يزال بخير إذا كان عند السادة، فإذا كتبه هؤلاء السفلة ضاع الدين. ليس المقصود أن الإنسان لا يتعلم، لا، يتفقه ويتعلم، ولكن مقصود هؤلاء أن هؤلاء تعلموا أطراف علم فسودوا أنفسهم وجعلوا أنفسهم سادة، هنا يضيع الدين. والواقع يشهد بهذا، كم من مقطع يأتيك يومياً، كل من أراد أمسك بهذا الجهاز وصور نفسه ثم إذا به يقول قولاً، أقوال غريبة، أقوال تخل بالعقيدة، أحاديث موضوعة مختلقة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كلما أراد الإنسان أن يتكلم بشيء في بيته في الشارع في أي مكان إذا به يصور ويتكلم وينشر والناس يستقبلون. فاعرف العالم من غير العالم. ولذلك بوب البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح باب الاقتباط بالعلم، وذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. ما معنى هذا الكلام؟ تفقهوا قبل أن تكونوا سادة، قبل أن تكونوا سادة، هنا تمنعكم الأنفة من أن تتلقوا العلم. ولذلك ذكر سبحان الله السلف ما تركوا شيئا. ذكر قول الشافعي ابن حجر رحمه الله في الفتح، ذكر قول الشافعي قال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. الحدث يعني صغير السن. إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. نعم، نحن أدركنا علماء جبال، والله إن الواحد منهم ليمضي ساعات طوال يقرأ ويبحث في اليوم ما يقرب من 10 ساعات أو أقل بقليل أو تزيد شيئاً، ومع ذلك يخافون أن يتكلموا إلا إذا استوثقوا من هذه المعلومة. أما الآن خذ مقاطع وأقوال وكتابات تتطاير يمنة ويسرة.
لكن ما هو الصحيح؟ ولذلك هذه العبارة ذكرتني الآن، ذكرتني بقول ابن عمر رضي الله عنهما لما كان في الحج، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، ما أكثر الحجاج يعني من حيث العدد؟ فقال رضي الله عنه: بل ما أقلهم، يعني ما أقل من تقبل الله عز وجل منه. وهذا الأثر وهو قول عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا، قال بعض العلماء يعني قبل أن تتزوجوا، لأن الزوج سيد وألفي سيدها، ومعلوم أن الإنسان إذا تزوج تأتيه الأشغال، ولكن ليس الأثر مقصورا على هذا، لأن الإنسان قد يشتغل بغير الزواج، ولكن ولا شك أن الزواج قد يكون لدى بعض الناس أنه مانع، لكن البعض لا، بل يكون معينا. ولذلك الصحيح أن معنى هذا الحديث: تفقهوا قبل أن تكونوا سادة فتمنعكم الأنف من أن لا تتعلموا. ثم قال ابن حجر رحمه الله، قال: كأن البخاري يشير إلى أن العلم يغبط به، فيقول: تعلموا العلم قبل أن تكونوا سادة. بل في رواية الكشمهني، وهو ممن يحدث من صحيح البخاري، أبو الهيثم محمد رحمه الله، قال: قال البخاري: وتفقهوا بعد أن تسودوا. يقول كأنه يقول إن العلم الشرعي يغبط صاحبه. قال: فتعلم في الصغر حتى إذا بلغت ذلك المبلغ غبطت على حق، ما تغبط على باطل بحيث تكون في الصورة هكذا. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله، يقول رحمه الله، يقول: عيب القاضي أنه إذا عزل عن منصبه ترك العلم الشرعي. ولذلك انظروا إلى فقه البخاري، لما قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، ماذا قال البخاري؟ وبعد أن تسودوا. فالله الله في العلم الشرعي، اعرف من هو العالم من غير العالم حتى تأمن على دينك. وأنا لا أتكلم من فراغ، الواقع يشهد بهذا، وما كنا فيما مضى نتحدث عن هذا، لكن هذا هو الواقع. ونسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها. والعلم إذا وقع عند غير أهله وانصرف الناس إلى أناس ملحوا أنفسهم أو ملحوا وهم ليسوا كذلك، ضاع الدين، وإذا ضاع الدين هلك الناس في دينهم، ثم إذا بهم يهلكون في دنياهم.